بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المشاهدين، سلام الله عليكم أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، مباشرة من ملاعب نادي ستاد المغربي. مباراة ثمن نهاية الجائزة الأولى وتجمع كل من ثلاثية النادي المنظم نادي ستاد المغربي، واللي تتكون من علي مكاوي، أجود محمد، ومهدي السبعي، ضد ثلاثية الشاوي نادي لايسيمبي. وأمامكم الجولة الأولى. بادرو لو دوزيام تير ديال جواد، هادي تسديدة موفقة. مهدي السبعي بكرة ثانية، طويلة طويلة يا مهدي. إذن جا الدور ديال أجود، على لابورتي ديال أجود كالعادة، وتربح النقد. بيان جو أجود. إذن الشاوي بالمرصاد، دي الشاوي غير موفق التسديدة الأولى. هذا الحسن مدن، اختلفوا شي بوينتيو، اذا دريس غادي يدير التسديده الثانيه. يلا لو دوزيام تير ديال الشاوي، بادروا كذلك، اذا التسديده الثانيه غير موفقه ديال دريس. اذا اخر كره ان ثلاثيات لي سي ام بي عند الحسن مدن. طويلة الكرة ديال الحسن، إذا خلاو المجال لنادي ستاد المغربي. ديجا عنده انتير بوردو على الله أعلم، إذا نشوفوا شنو غادي يدير. علي غادي يضرب بوردو ولا غيديكاجي لو تيران، غير موفق علي في هادي كاسكيت ورجعت كرة اللور، ربحت النقد. إذا دابا عنده انتير بوردو. التسديدة الثانية ديال علي، موفق علي، حيد كرة بيان تيري، وهدي هذه الزهرة لجميع المشاهدين الكرام، فمرحبا بالجميع. أجود بوردو حيد كرة بيان تيري، نشوفوا العدد ديال النقاط اللي حصلوا عليها. يعني الجولة الأولى أربعة مقابل لا شيء. إذن بيان جوي مهدي، أربعة مقابل لا شيء بعد نهاية الجولة الأولى. يلا على سي ام بي وتير. باريسي غير موفق في هذه التسديده، محاولة ثانية ريوسي. إذن جميع الكرات خارج أرضية الملعب. دريس ربح بون بوان. علي لا سول بول اللي باقا في لو تيران هي هادي ديال دريس. يلا ممتاز علي، تخي بيان تيري علي. اذكر ان هاد المباراة فهي مباراة لو ان ويتيام ديال البري. بيان بيان جوي بيان جوي بيان جوي دريس، تيرجع دو فوا. بيان جوي دريس. اذا قلت المباراة ثمن نهاية
الجائزة الأولى المباراة الرسمية ديال نادي ستاد المغربي. هذا الدوري هذا اللي عارف المشاركة ديال 271 ثلاثية جميعها أغلب المباريات جرات في وكاسكيت وحيد كرة. المهم الدار بيان تيري عادي. قلت ان الاغلب ديال المباريات جراو خارج الملعب ديال النادي وبالضبط في المنتزه ديال المكتبه الوطنيه اللي كانت الطرقات والجنبات ديالها كافيه لاجراء جميع المباريات. اذا وهذه مباريات الثمن ديال الجائزه الاولى تلعب داخل ملاعب او داخل فضاء النادي. ما وصلتش باقي نقطع عند ستاد المغربي. تنظن الثلاثيه اتفقت على لوتير. حسين عنده ان تير بور دو. خلى كره وكانت هذه اخر كره عند ثلاثيه لي سي ام بي في هذه الجوله. اذا فرصه اخرى لثلاثيه ستاد المغربي باش يعمقوا الفريق. تنظن ان جواد غادي يضرب باش يخوي لو تيرا. باريوسي جواد في هذا لو تير. هذا كره ثانيه ديال جواد. هذه الخطره موفق جواد حيد كره ولكن تكرته خارج الملعب. يلا فرصه عند مهدي باش يضيف النقط الثاني. وبالفعل توفق مهدي في اضافه النقطه الثانيه تتغير النتيجه 7-6 مقابل لا شيء. اذا تنطلق الجوله الثالثه والنتيجه 6 مقابل لا شيء لصالح ثلاثيه ستاد المغربي. ثلاثيه مهدي السبعي محمد جواد وعلي مكاوي. اوتير مرة موفق ديكاجا كرة بيان تيري. عندنا كرة الثانية ديال مهدي. بيان جوي مهدي. بيان تيرتا بلاصتا بيان جوي مهدي. سافو لو تير. بول دوفون ديال لو بتي وقريبة. دان او تير. نشوفوا لو دوزيام تير ديال جواد. بيان تيري كذلك تخي بيان تيري. ما السبيل الخروج من هذا المقزق سورتو ان الثلاثية ديال ستاد المغربي هاربة في السكور 6 مقابل لا شيء. يلا باقي كل شيء ممكن في هذه المباراة دي. اجود تيربح واخا كرة دايزة بحوالي 60 سنتيمتر على لوبتي عندو لو بوا. جا الدور ديال دريس. يلا دريس هادي هي الفرصة باش نرولونسيو لو سكور. بيان جوي بيان جوي. الي اوتير موفق علي في التسديده هادي. محاولة ثانية موفقة ديال دريس الشوي. موفق كذلك علي في هاد لو تير هذا وتيحسب كورت. تخي بيان تيري علي. يلا جا الدور ديال حسن مدن دوبول. اوب 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 اوب. تنظن نربح. يلا بقات كرة عند جواد وكرة عند حسن لو بوان في الارض لصالح ثلاثية لي اس ام بي. يلا اخر كرة عند ثلاثية ستاد المغربي عند جواد وتربح. تربح او ميم طون تيديرها دوفون البول ديال لادفيرسير. اذا الحسن اخر كره في هذه الجوله عند الحسن فيها لو ريسك تمشي كورتون.
هوب 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 تيخلي لو بوان تيخلي لو بوان. اذا تتغير النتيجه تصبح الان 7 مقابل لا شيء. إذن 7 مقابل لا شيء لصالح ثلاثية النادي المنظم نادي ستاد المغربي. طويلة وبرا ديال التيران، طويلة كرة ديال الشاوي برا ديال التيران. تنظن نربح النقط. يلا كرة ثانية ديال المهدي. أرجو. يلا أجواد غالبا غادي يلعب مع كورتو. ما وصلش ديريار أجواد. ديريار يا أجواد. يلا كرة ثانية ديال أجواد. وغادي تيربح بها النقط، تيربح بها النقط. إذن فرصة كبيرة عند ثلاثية ليسين بي باش يخرجوا من هذا المهزق، باش يسجلوا أول نقط في هذا اللامين هذي. إذن كرة دبول عند جواد ودبول عند الحسن. ديجا جواد عنده أن تير بور لو بوان، علي تيشوف فيها ما عرفت علاش. بيان تي او لا 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 ضرب كره ومشات مع لبتي. يلا جواد بولو بول كور طاح ناقص. يلا حسن دوبول، علي دوبول، انتير بولو بوان لحسن. كره تيري ياتي كور. اخر كرة في الجولة عند ثلاثية ليسين بي عند الحسن. اور لي تيران. اذا عنده اجود دوبل وبيان علي عنده انتير، عنده لو تير على هاد لابول بول لاكاني. 1 2 3 4 علي بدوبل عنده انتير بول لاكاني. صوتي صوتي هذه الاولى ديال علي صوتي. محاولة ثانية وأخيرة في هذه الجولة هذه، واش تكون آخر كرة في المباراة ولا باقي نوترمان؟ سنرى ذلك مع لوتير. خلاها علي. إذا لو بوان عند ستاد المغربي. إذن الآن تتغير نتيجة تصبح 8 مقابل لا شيء. موفق علي. كرة ثانية ديال الحسن أو تربح بيان جوي فاسيلمون وبكل بساطة تربح الحسن لو بوان. إذن لو دوزيام تير ديال علي أو صوتها علي أو صوتها علي خلاها. يلا جواد راه خلاها علي بيلي. اوب لا او لا لا تلصق فيها اجواد تري بيان تيري معلم. يلا ادريس وتربح. اذا فرصه مواتيه الصراحه، فرصه هاد لامين مواتيه للثلاثيات ليسين بي باش يخرجوا من هاد لو سكور هذا ديال 8 مقابل لا شيء باش يقلصوا الفريق على الاقل. نشوفوا اجواد لو دوزيام تير ديال اجواد. ان تير بور تروي اجواد. اخر كره عند نادي ستاد المغربي.
بيان تيري أجواد وتحسب كرته. قلت بأنها كانت آخر كرة لا بالعكس بقى كرة عند مهدي دانا تروابول عند نادي الاسم بي دوبول عند جواد وإنبول عند دريس أربعة في الطابين نادي ستاد المغربي. هذه هي الفرصة أوب وتربح بيان. إذن فرصة مواتية صراحة باش تغير النتيجة. مهدي وتير بركات بطروة خلى لبوان في الأرض. هنيئا الثلاثيات الاسم بي بتسجيل أول نقطة إلى حفظ عليه جواد بهدو بولادة سينخصو يزيد. بيان جوي جواد تيضيف الثاني. واش بإمكان جواد يضيف الثالث؟ وبالفعل تيضيف الثالث. إذن تتغير النتيجة تصبح 8 مقابل 3. إذن تتغير النتيجة تصبح 8 لثلاثية ستاد المغربي النادي المنظم 3 لثلاثيات الاس ام بي. بيان جوي مهدي تخي بيان جوي معلم. لعبها في الروفير وربح ان بون بوان. يلا اوتير جواد اوتير. غير موفق جواد في هذا لوتير هذا غير موفق. طاح ناقص وشيكا لابول. باقي لو بوان في الارض لصالح ستاد المغربي. فوالا يلا لو دوزيام تير ديال جواد بوردو. هاد المرة موفق جواد. بيان جوي مهدي تيربح لو بوان. بيان جوي دريس تيربح النقط. السديدة الأولى ديال علي غير موفقة. دان محاولة ثانية. حتى الثانية غير موفقة علي في اللوتير هذا. أول مرة تيدير دو ترو علي. يلا أجواد دوبول. موفق أجود درجوج. يلا دريس غيلعب آخر كرة عند ثلاثيات الاس ام بي. أوب جامع لابور خلى لهم على ما أظن جوج في الطابي على ما أظن. دابا نشوفوا أجود شنو غيدير بآخر كرة فيهم العبر. إذن آخر كرة لعبها أجواد في هذه الجولة. إذن تتنتهي بهذه الطريقة هذه تتنتهي المباراة بتأهل ثلاثية أجواد للدور ديال الربع. فهنيئا ثلاثية ستاد المغربي واحد موفق للنادي الاس ام بي. كان معكم حميد بنزين في هذا النقد. ما تنسوناش بالدعم والاشتراك في القناة. شكرا لكم وإلى اللقاء.